والله ما انا متوقع ان يرجع من عند المسامح كريم من ما اتفقنا ولا خرجنا لا طريق. هم خسارتي وتعبي وجيتي سرحي والاخر طلعنا ولا استفدنا شيء. لكن الراجل هذا صورته ما يشيش بطيب نفس بالرضا، والله ما يجي له بالصميل. قال ما سر بالقوه ما يجي له بالقوه، لكن الى ما حرك دمه وخلوا كل كع الكع الكع ما انا مصرح. لا 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 احرق دمو ما يحرق دمو ولا اشتيك تنباع الان للسوق وترجع كما بو معنا ضيوف شقيح عدينا وبنيه. اشتيك ترجع من حين علشان تدي اللحمه اختك تسبره. لا على طول ولا يهمك انت تبيس وبس. مرحبا ولا يهمك. خمسه. ها هذه خمسه لحمه. تمام. وادي واحد اثنين ثلاثة وادي عيلي اللي وراقة حلا من عند عداهن واحد اثنين وادي دلنا حلاوة يلا ها وهذا لك دبر حالك لكن كما تتأخر ها معانا لحمة معانا لا ضيوف بسرعة على طول على طول كما صاير شيء معزز مكرم ولا ما عليك ولا تفتيح من اي حاجه ادي قاتك ادي غداك اكل انا وانت الحاصل لما ابوك رد زوجتي ولا بنينا اي خبر انت اللي جلس على منتهى بس ما انا مش راح انا مو دخلني لو يبيتي كنت شرجع لك حتى ذرعين هو هذا الخبر موجود ولا المساكين ولا اختك هي مذنبه هي على مثلك المشكله بيني انا وياه ولا بين اختك الحين المشكله بيننا وش رجع بزك انت وهكذا امشي تجلس عندك ولا اسمع لك نفس تعرف كل شيء عندك غدا عشاء صبوح انا وانت ولا فرقك. واتصلت لابوك قلت له انا عندي مصلح، قال مشي في اللي فيه الى ما لازم ارد اكل زوجته. وانت تخبر. يلا يلا. لا حول ولا قوة الا بالله. أنا أقول لأبي يا برجعه يا برجعه قال لا أعلم الله كيف شخدت من المصلح ولد هذا
أنا قاعدنا لو ميجي الساعة 9 إلا قوي عندي قارجع. الآن الساعة 12 إلا ربع وهو لا قابدين. آه يا خزاوي جهلنا الضيوف مو أكلهم. اتصل لأبن يجي خريم. الو اباك اننا محبوس عند مصلح مدري ان حبسنيك ولا بزوه بين حطاب وعجور الحين قال ما اشوفك كلين الا لما ترجع زوجته ما نشجاري واننا كننا له طارد ملاي انتو له حطاب وعجور انا قوي بلا قابة خطيف من وسط القرية لكن انا شعلي بلوكيتي مصلحة هلا حرام مصلحة انا عشان اقول لك انا مصلحة اخطف اولادي لكن حرام ما راحت له مدري ملا اجي اجي مصلحة مدري ما لاش دارق عشان لا اوبال مني لا صدر مالي داري نقطة مالا اتصلي اوبال مالي اجي اجي مصلحة اتصلي قال انا خطفني مصلح قال ما شجي الا لما ترجع ابني ما انت مش ترجع لا لا حرام انا شعلي ملا اجي اجي مصلحة ايه ما شلح اجي ولا يا باش اقول لك كيف شو عندك اما انا ما عيش تحيه هذا مصلح اختحى ايه مصلحة وانا مصلحة هيا كوا انا وتلعه يا مصلحة يا مو خبر يا مو خبر قالوا انك خطفك ولد على عيب ماش حقق هذه الاعمال ما تقول انت بعقولكم الا بس بعقولكم يا ولد هذا يا ولد الا اتصلني وقاهدني لازم انك خطفكم اقول لك لا بنفسك وحاجه ولا شيء قول لي اما تدور لك الخبال هذه مش عندي انا عاوز اخذوه مو جاهل عاوز اخذوه مو جيبه انا سرحه اقول لك رجع يا حوزنا الطريقة مكسرة مكرسح لا تضحكش الله مش عاجز عنك لكن ان شاء الله انه ربي ما يقربكش مثلي يدي لك حاجة بسيطة بس الله يدري كيف العافية وكيف الانسان لما يكون تعبان لا هي وخر من الطريق عشان نقزع طيب طيب انا دا اوخرها ولا عليك دارك اياها ضحك قريش من الشيخ بس الله كريم أنا خصب قدم منهم بالطاقم الفريق ومن الوالد محمد غانم الشعيبي ومن الأخوة مفيد وحسام ويوسف الشعيبي ومن أبو عزام محمد اليوسفي ومن ضيف الله الشعيبي ومن عبد الودود المنتصر إلى العرس الغالي عيسى محمد غانم الشعيبي بمناسبة زفاف الميمون ونقول الألف المبروك دام المسرور وصوت هذا اللي قرده داخل هذا عقبال مدري فار يا مصلح مو هذا مو هذا انا بدالك هذا اللي قرده الا مره هذا خبر مش عليك هذا اللي يقول لك من اول فار ما تدري ايش بالفار عقبال هي لما تجاري بالفار يقول لك عقبال هي فهم كل لا انا عليك يا مصلح مو هو هذا النفر بن المبروك بزوكو لما جزوجتين فهم كل لا لكن سكت ولا كلم احد ولا حيدرين هذه اللي بيني انا وانت
خلاص تمام تمام مش هقدرش حد. كم نخلي لي فوق؟ خلي 15 يوم نجي. 15 يوم نجي. أنا لك الشباب نتأكد كيف تاي تمام. الله يسلمك. 15 يوم من اليوم. ايوه اقول لك حاجه لكن سكت مش تقولش لحد ولا شاهد لحد اقول لك مصلح دز النفر وودي وسجنه ببيته الحين قال مش يرجعوش الا لما يرجع عمره اها قول مبروك للتهم ولا هو لكن سكت لا تولى اجتهاد وير لا لا الله المستعان ما ادرش حد تعال 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 تستاهل بكرك تضحك لك على رمزي يا مكسر يا مكرسح أرجع رجعني إن الله مجنون نشعب ما مقريبة اقول لكم كراكب الموتور جاء سياره سنتافي صدمتنا ملا وينه وينه بيب بشارع العودين وانت مو دخلتك اب ما بقول لك تعرف هذيك ام ولوكه فصل الثياب مفصل نص الصدفه هنا حقكم هذا ما عملش ليك واللي وحجه صدم الناس على السياره يلا الحقه ما بقول لك الرحمن الرحيم ربطك بالصدفه قليه مصعك اعلم الله معنا من ذنوب زع آه. يلا وصل 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 رجلي أمجد أقول لك حاجة بس متهدد شحد مو من حاجة أقول لك مصلح بس النفر نسيج وقال شي تروحه لما يرجع عمره كذاب والله من صوت وانا سموكو حرام انت كذاب ميديش تش تصدق لا تصدق كيف حابسه مصلح ما مع السجن حابسه بيته بين عقول يا روح لك بك لك كذب جاك كذب علي انجا الشيخ هذا الدنب مدني السلام عليكم وعليكم السلام انت بالعين ما اعرف شضبط اوكي يا امو مقابه عم مصلحه فخطفه وبين النفر وقال ماشي رجعه الا لما رجع له بنيه انا انت رجع له زوجته ولا الدنال تمكننا دني دني وانت اكبر دني اقول لك اضبط القريه حقها كلها فلت للشغله لما انت هكذا دني حكمك بينكم قلنا لك ترجعه له ما بدكش تقزع بعد حكمي ماذا حين سدوه من زلوم ملح حول ولا قوه الا بالله لكن انا اعلم له مصلحه دني يا زنات ويا زنات عن اشتي اقول لك حاجه بس انا محرج والله مو متشتهدر ملا انا خايف لا ترجع تحطمني ولا تضحك علي الله المستعان لا مضحك عليك المشكله لان حاجه محرجه شويه الصدق ما دام ما هي محرجه مش ضروري تكلمنا الله يستر عليك لا ملا اشتي الناس يعرفوا واشتهر والكل
اقول لك الله يستر عليك، ما عاد احنا ايش ناقصين فضايح يا اخي. هي مش فضيحه، هي موهبه. انا مو من موهبه، كما ابو مواهب بو مهابل. لا لا يا اخي، انا موهبتي الفن والغناء. ما ادري، الله يفتح عليك ويوفقك، ما ادري لاعب ولا خزع. بس انا المشكله خايف من اصحاب القريه يا اخي، لا يرجعوا يحطموني ويضحكوا علي. بس اصحاب القريه كلهم طيبين، وما كان بنت تحطم المواهب الا انت، وان نهايه المحنش للحنش. لكن صورتك ما تصلحش فنان يا اخي. انت لا تحكمش على الصوره، احكم على الصوت. ولا ايش رايك اسمعك اغنيه؟ تمام، لكن مش شنان، واللي جوا خبي اجل ما حد يسمعنا. لا يلا تمام طب. كلا كلا كلا. ما لها، انا اترحنا انا اترحنا يا اخي. ولا اخرق قريه اجل ما حد يسمعنا. يا اخرق قريه زعما شيء. اقول لك انا اشتهر واخرجهم كلها. هي لكن يا زنط مو تتمهزل بي ولا مو بالله يا اخي. انا بس لما اشرب قلص صدى يطلع صوت القوة. ما بش احد ينقل. يلا اجلس مدى الحين. يلا يا راعشق النخسي قديك انا مين الطرف قريب. يلا لكن دوق انت ظهرنا وانا كنا نقلة التحكيم. بسم الله. اي عاد ايش بسمل؟ زعم انك اشتقر سفرة البقرة، انت لا فنان. خلاص يلا ها. يا ليتني بمخزن حقكم عكبوري، ولا دجاجة على الكنة تبيض، ولا حقيك وانتي تكوني تهربي، وسبح الله كم بين يا دبور. خلاص خلاص بس بس بس، أمان ظرفتك أغنية ظرفتها، ما عاد أرينا ينو راسه وينو سفلي. بعدين اسمع اسمع، انتبه عاد يسمعك راعي الأغنية هذي، أما يبقى عبو جلطة يا أما يبقى عبو صدمة، إنها ظرفتك أغنية حقه ظرفتها، ولا شيء يجي يقتله. ليمو كل الفنانين يقتبسوا أغاني ويغنوها عادي. قل أولا الكلمة حقك كلها غلط، تشتي لك سنة تحفظ الكلمة بس، وعشرين سنة تطبق اللحن. واشتي لك سنة تبكر تشرب بيض على الريق، اجلس تربط طبع حنقرة حقك، اما كذا صوتك تقول شاس طالع النقل محملة عقول. وانا من رأيي لا تفضحش نفسك انك انت فنان، لما تطور اداءك 40 ولا 50 سنة سرا، بعد 30 سنة جهرا. اقول لكم اصحاب القرية انكم ما تشجعوش واحد. مو شجعك على ذا الصوت تقعر لك قعير. قولك انك ابو معك صوتي علم الله كيفي. ما زلناه لا؟ أقول لك حاجة لكن ما تقولش لحد. مهي أقول لك مصلح سجن النظر بسيك اللي بينه عجور وقال معيش يطرحوا لي الماء يرجع المرة. قل والله والله رجل انت تكذب. فوق ربك تعبني لكن لا تقولش لحد كما انت لا تولد هدوير. لا لا والله ما هدويرش. جتنا فيك احلى بشاره وابتدت احلى الثوار. انا اخص مقدمه منا من طاقم الفريق، ومن الجد امين العواضي، ومن الجد عبد الواحد العواضي، ومن الجد فهد العواضي، ومن العم علي امين العواضي، ومن العم عبد الله امين العواضي، ومن الخال علي عبد الله الحمداني، الى الاخ الغالي محمد امين العواضي. بمناسبه افتتاح المولود الجديد ولا نسموه اكرم، ونقول له الف مبروك وتربى بعزه.